تعرفنا بنفسك لو سمحت. هيثم عبد العزيز، عضو النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكومية. احنا النهاردة في رابع يوم من أيام الاعتصام اللي بدأه مجلس نقابة صيادلة مصر. سببه الأساسي هو رفض الأوضاع المهينة اللي بقى فيها صيادلة مصر، ورفض مشروع الحوافز المعيب اللي أقرته وزارة الصحة وأرسلته بشكله المشوه لرئاسة الجمهورية حتى يتم إقراره، وبالفعل تم إقراره. احنا المشروع أعلننا يعني فيه تحفظات كتيرة جدا. تحفظات أولها إنه مفيش فيه تنمية مهنية مستدامة حقيقية. مش بنتكلم، مش الأساس بالنسبة لنا الشق المادي، وإن كان الشق المادي شق مهم جدا، لكن الشق الإداري كان شق أهم للمريض، ودي رسالتنا اللي بنوجهها للمريض، إن في شق إداري مهم جدا كان يتولى كل ما يخص الدراسات العليا لأعضاء الفريق الطبي والتنمية المهنية المستدامة. أنا عايز أضرب مثال، زي مثال مثلا الفرق اللي بياخدوها ضباط الجيش، اللي بترفع كفاءاتهم التدريبية وتخليه عندنا جيش قوي نفتخر بيه. نفس الكلام هو بالضبط اللي احنا بنتكلم عليه في المنظومة الصحية. أنا عشان ألاقي عندي طبيب مؤهل يشخص لي المرض بكفاءة لازم أدربه، عشان ألاقي عندي صيدلي مؤهل يصرف لي ويوصف لي الدواء بتاعي لازم يكون مؤهل. كل ده كان بيضمنه مشروع الكادر، للأسف وزارة الصحة تعمدت إن هي تحذفه من مشروع الحوافز وتدينا مشروع لا يحقق شق مادي ولا يحقق شق إداري، وبالتالي فهتفضل المنظومة كما هي، منظومة عليلة، منظومة ما بتعالجش بالشكل اللي احنا نتمناه للمريض المصري. فاحنا بدأنا ما يسمى بانتفاضة الصيادلة. انتفاضة الصيادلة عندنا كذا كذا مطلب. عندنا أول مطلب هو إنشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء. وإحنا لما بنتكلم عن الهيئة المصرية للصيدلة والدواء بنعني إن إحنا يبقى عندنا جهة واحدة مسؤولة عن وضع سياسات فيما يتعلق بتداول الأدوية وتسجيلها واستيرادها وتصديرها وصناعة الدواء. صناعة الدواء إحنا من أدخلنا صناعة الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا. للأسف إحنا دلوقتي جارتنا الأردن اللي هي من أدخلت أو من قام يعني دخل عندها صناعة الدواء بعدنا بفترة، أنشأت الهيئة الأردنية للغذاء والدواء هي من 2007. حاليا بتصدر دواء ما يقرب من 4 أضعاف مصر. دي مهزلة. إحنا عندنا يعني صيادلة قطاع الأعمال، ودي مثال حي على التشويه الموجود في مشروع الحوافز. صيادلة قطاع الأعمال اللي بينتجوا لنا الدواء اللي بياخده المريض المصري الفقير اللي هو بجنيه وباتنين جنيه، الصيادلة دول تم استبعادهم عن عمد وعن إصرار من مشروع الحوافز ومن مشروع الكادر. وبالتالي الخبرات والكفاءات الموجودة في الشركات دي لو ظل الوضع المادي بتاعها زي ما هو، الخبرات دي اكيد هتسيب الاماكن دي وتروح تشتغل في الشركات المالتي ناشونال، وبالتالي الدواء بتاعي اللي انا كنت بشتريه بجنيه وباتنين جنيه هشتريه ب10 وب20 وب30، وكل ده على ميزانيه المريض المصري. وهو ده اللي احنا بنعنيه، ان كل مطلب لينا بيعود بالنفع على المريض المصري. ادي كارثه لو حصلت وانهار شركات الامن القومي الدوائي بتاعتنا، هيبقى الدواء ميزانيه لوحده من ضمن ميزانيه الاسره المصريه. تاني مطلب عندنا هو تطبيق الاسم العلمي للدواء. الاسم العلمي للدواء عمل عليه دراسة وجدوا ان هو هيوفر من للدولة ما يقرب من 4 مليار جنيه، واحنا في امس الحاجة لارقام اقل من كده بكتير في الدولة. اسم العلمي هيحل لنا مشكلة النواقص، نواقص الأدوية اللي المريض بيقعد يلف في الصيدليات على دواه الناقص. لا، احنا لو طبق عندنا الاسم العلمي زي ما مطبق في دول كتيرة محترمة في العالم، هيبقى عندنا حل لأزمة النواقص. المطلب اللي بعد كده هو فيما يخص تطبيق الصيدلة الإكلينيكية. الصيدلة الإكلينيكية دي مطبقة في العالم من الستينات. احنا حتى الآن وزارة الصحة بتمشي أو بتتحرك بسرعة السلحفاة نحو تطبيق الصيدلة الإكلينيكية. والصيدلة الإكلينيكية برضو طبقت كمثال في معهد القومي للأورام، وفرت ملايين بدراسات، وفرت ملايين. تطبيق الصيدلة الإكلينيكية وفر على معهد الأورام ملايين.
ومش بس وفر فلوس، لا ده وفر سايد افكتس او امراض او اعراض جانبيه على المريض ويزود فعاليه الادويه. ده احنا كنقابه صيادله مصر احنا بندعم تطبيق الصيدله الكلينيكيه، ونتمنى ان وزاره الصحه يبقى عندها نفس الرؤيه زي بقيه دول العالم. احنا ان شاء الله مستمرين، اعتصامنا مش هينفض الا لما كل مطالبنا ان شاء الله تتحقق. عندنا كذا فعاليه، هنكمل في اضراب، هنكمل في اضراب مفتوح، كل خيارات التصعيد بالنسبه لنا مفتوحه. عندنا يوم 26 فبراير ان شاء الله هيبقى اضراب يشمل كل الصيادله الحكوميين والصيادله الاحرار، وانا برجو وبدعو كل زمايلي في اتحاد المهن الطبيه، اطباء بشريين، اطباء اسنان، اطباء بيطريين، الحقوا وانقذوا مهنتكم. كل واحد لازم يبقى ليه دور في رفض هذا المشروع المعيب. احنا مش هنقبل ان يتم فرض علينا امر واقع، لا، احنا في اعتصامنا، ونتمنى انكم تنضموا لينا عشان يبقى لينا كلنا كلمه واحده. شكرا يا دكتور.